لأنه السيد الأكرم الذي شرف الناس جميعا بوجوده. نسبه شريف، آباء طاهرون وأمهات طاهرات، ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. أرسله الله بدين الحق ليخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور، وجعله قدوة للمتقين وشفيعا للمؤمنين. فضله الله بحسن الخلق، ورزقه كمال المنظر وقوة العقل وفصاحة اللسان. ومنذ أن حمل رسالة الإسلام وهناك من يسيئون إليه، ولكن كما أن للكعبة رب يحميها وللقرآن رب يحفظه، فإن لمحمد رب ينتقم ممن يسيئون إليه. أما نحن أتباع محمد فردنا عليهم بإحياء سننه والاهتداء بهديه والتحلي بخلقه والصلاة عليه كما يجب أن تكون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.